برضو شوية تفاصيل تهم حضراتكم ان انتوا تبقوا عارفينها. يعني الماتش او ماتش الاهلي والهلال تحديدا هيغيب عنه خالد عبد الفتاح، ده بسبب طبعا الطرد اللي حصل يعني في لقاء فلامينجو، وده طبقا للوائح ما حدش يقدر يعترض هنا. يعني برضو خليني اقول لحضراتكم احنا هنقول لكم برنامج الفريق الفتره اللي جايه، عندنا مواجهات مهمه جدا زي ما كريم كان بيقول افريقيا ومحليا، ومفترض كمان بعثه الفريق اللي هتخوض مباراه الهلال في السودان ان هي يوم 18 فبراير تحديدا هترجع بقى بعد انتهاء المباراه مباشره، هيروحوا على اسوان وهتقيم البعثه باسوان لمده 48 ساعه تحديدا عشان يستعدوا بعد كده لمباراه اسوان، واللي هتكون برضو مباراه كريم قويه، مباراه ثقيله. تاني فريق اسوان فعلا هذا الموسم قوي جدا، حتى لو احنا بنتكلم ان كان في صفقات وفي تغيير زي ما بيتقال كده كامل للفريق، بس مش مهم يعني التغييرات دي انت معاها او ضدها، بس هذا الفريق بيعمل شغل محترم على الارض، حتى وان كان ترتيبه في الدوري يا كريم مش الافضل، بس انا مش بتكلم بس عن النتيجه، انا بتكلم عن الاداء. اسوان قدرت ان هي في كذا مباراه تلفت نظر الجميع، اللعيبه حتى ابتدوا ان هم لا تركز معاهم، ففعلا اسوان عامله شغل كويس جدا، بالتوفيق اكيد ليها بنتكلم، بس اكيد في الاول في الاخر برضو احنا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي ده بطبيعه الحال. هيكون امتى؟ هيكون يوم 21 فبراير، ده ضمن منافسات الدوري الممتاز زي ما احنا كلنا متابعين. طيب احنا عندنا ضغط جدا، خلينا برضو نتكلم بصراحه، عندنا ضغط ماتشات وعندنا مؤجلات من الدوري المحلي، ده غير ماتشات طبعا دوري ابطال افريقيا، فهي هتبقى فتره مش سهله، يعني لازم برضو نبقى عارفين هي فتره اكيد مش هتكون سهله، وما عندناش وقت يعني خلينا كده غير اننا نستعد للي جاي، نركز كويس جدا في اللي جاي، عشان كده لازم نكون كمان داعمين بشكل كبير لفريقنا. عايزين بقى خلاص ملف زي ما كريم قال وزي ما احنا بنقول وزي ما قلنا قبل كده، نقفل ملف المونديال ونركز في اللي جاي، ومش بنقفله واحنا زعلانين على فكره، احنا بنقفله وبنركز في اللي جاي، لان احنا الحمد لله مكملين في سلسله الانتصارات اللي النادي الاهلي بيحققها حتى لو كان ايه، فحلو جدا واللي جاي ان شاء الله. بس طبعا هنتكلم بالتفاصيل يا كريم، معانا ملفات مهمه جدا على مدار الحلقه النهارده ان شاء الله.